اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا له سامعا ومجيبا، واجعل له من فضلك ورحمتك وجنتك حظا ونصيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامج المغيسل. وكالعادة معنا أخونا العزيز الدكتور بسام الشطي، أستاذ العقيدة والدعوة في كلية الشريعة بجامعة الكويت. نرحب فيك دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا فيك. هلا فيك دكتور. شنو يعطيك المنظر هذا؟ شوف المنظر، القبور اللي حواليك، اللي قدامك ووراك ويمينك وشمالك، شنو يعطيك إيحاء دكتور؟ والله أبو صقر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالموت واحدا، يعني يكفيك أن ترى هؤلاء الناس وتعرف أن الحياة زائلة وزائفة وما تعادل عند الله جناح بعوضة. قصيرة جدا. أي والله. وبالتالي لماذا الإنسان يتكبر؟ ليش الإنسان يبذل جهده ويترك حقيقة ما زاد في هذه الحياة الدنيا؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كذلك الأمر الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول شطر أهل القبور من العين، يعني من الحسد. لماذا الإنسان يحسد أخوه المسلم؟ يعني هذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلنا هذيل كلهم عددهم 20,000، 10,000 منهم كلهم بسبب الحسد، إما حاسدين على ماله أو حاسدين على جماله أو حاسدين على مكتبته وظيفته وقبوله بالمجتمع، وإما حاسدين على استقامته، وإما حاسدين بما أتاه الله تبارك وتعالى. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله؟ فالله عز وجل يؤتي من يشاء سبحانه وتعالى لحكمة يريدها عز وجل. فالمفروض أن الإنسان يقول اللهم بارك له فيما رزقته، وارزقني مثل ما رزقته، ووفقني ويسر أمري. يعني لابد أن نزيل حقيقة الحسد. شوف إبليس دخل النار بعدما كانت مكتبته عظيمة بسبب الحسد، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فبالتالي الحسد أول شيء يجعل فيك الهم والغم وضيقة الخلق، وتتمنى زوال النعمة على الآخرين، وأنت تقعد في حسد، ويتوصل الأمر إلى أن ممكن تسحر، ممكن أن تؤذيه، وممكن أن تنتقم منه. وكل يوم تشوفه هل هو فرحان ولا حزنان، ضيق خلقه ولا، وتعيش في هذا الهم والغم. هذا نعمة الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. اللهم نور مرقد كل ميت، وعطر مشهده، وطيب مضجعه، وآنس وحشته، ونفس كربته، وقه عذاب القبر وفتنته، برحمتك يا أرحم الراحمين. دكتور بسام، ودي تكلمني عن حالة إخراج الميت من قبره. أنا يعني قبل التسجيل كنا نتناقش عن الدولة العربية اللي طلبت يعني أحد مواطنينها وهو مدفون، طلبت إخراجه من القبر وثم أبعاثه إلى بلده. تكلمني عن هالقصة. الحقيقة تدري احنا ما نميز ولا نفرق بين المواطن وغير المواطن، وكذلك بين المسلم وغير المسلم، فهذه طبعا قوانين الدولة. فأثناء الغزو توفي واحد، فهذا الواحد دفناه ومثل ما ندفن الآخرين. بعد ما رجعت الكويت اطلبوا سفارة احدى الدول العربية ان فلان فلاني نبي ناخذه نوديه الى دولتنا. فالحقيقة هذا مبيدنا، يعني احنا دولة رجعت الآن، فقلنا خاطبوا الدولة ونشوف. فالدولة قالت شنو الإجراءات، هل راح ترتب عليه شيء، هل كذا الكذا، فسألونا جاوبناهم بما نعرف. وبالتالي أيضا سألوا وزارة الصحة يعني كيفية النقل، بحيث أنه ما يكون في لا سمح الله شيء مترتب عليه. فبالفعل من المراسلات وكذا فجينا. حقيقة هذه أول حالة نفتح فيها القبر، ما سبق أن قمنا في مثل هذا العمل. ففتحنا القبر ولله الحمد يعني موجود في يعني اللحد الموجود،
وبعد ذلك طلبنا، هم طلبوا قالوا لازم يكون في تابوت، فحطينا في التابوت، وبالتالي يعني أخذوه إلى هذه الدولة. لكن الحقيقة الإجراءات ما هي سهلة، يعني إجراءات كتابنا وكتابكم وكذا، وأيضا وقت الإزالة يعني كان مندوب السفارة موجود، مندوب الخارجية يعني بالبلدية، كذلك من الأمن العام، فشاهد أنه تم حقيقة الدفن سريع، تدفن الواحد، لكن الإزالة لا، تأخذ وقت، تخاف أنك أنت تجرحها أو تؤذي أو كذا، فيعني خلينا نقول الدفن يأخذ معنا ربع ساعة، لكن الإزالة أخذ معنا قرابة ساعتين في هذا الموضع، وبعد ذلك يعني وقعوا واستلموا هذه الجثة. المقصد أن الكويت ترى فيها تعاون كبير جدا، وما تحب أن تؤذي أحد، حتى يعني أعطيناهم فتوى أن يا جماعة هذه أرض إسلامية، فليش الواحد ينتقل من كذا، وبالتالي إذا مات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات المسلم يدفن حيث مات يعني. فالمقصد أن المفروض يدفن في المكان أو الدولة اللي تكون موجودة فيها، دامنا الحمد لله دولة إسلامية والناس تصلي وصلوا عليه وغسلنا وكفنا وطيبنا والإجراءات المعهودة الإسلامية. فشاهد أنه قال لا، هم أهله يبون هناك يكون بجانبهم حتى يزورونه وكذا. قلنا يعني مو شرط ترى الزيارة، لكن الدعاء هذا المهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عنه من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعوا له، والحمد لله يعني أنتم عارفين هذه اللوحة، طبعا ما كان في لوحة، في أرقام، وممكن تحطون اسمه وانتهى. فما كانوا راضي. اللهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب إلى جنات الخلد. يا من رحلتم عنا، اللهم نور مرقد كل ميت، وعطر مشهده، وطيب مضجعه، وآنس وحشته، ونفس كربته، وقه عذاب القبر وفتنته. دكتور، سبق وأن دفن أحد الأشخاص بأمريكا في مقابر المسلمين، فلما سألنا أهله قالوا لنا إحنا دورنا مقابر المسلمين ودفننا هناك وإكرام الميت دفنه. فيجوز أنك أنت تدفن في أي مكان طالما أن هذه في مقابر المسلمين، حتى لو دولة مش مسلمة، هذه مقابر يعني تجمع كل المسلمين. هو صحيح، لكن الأفضل أن يكون في بلد إسلامي. طيب، حتى لو كان مثلا توفي في مكان وهذا المكان قد ما يكون إسلامي، نشوف أقرب مكان ممكن أن ندفنه في دولة إسلامية مجاورة. لكن إذا هم الدولة مرخصة أن المقابر إسلامية وأنتم على كيفكم، لأن احنا مثلا كمسلمين ما ندفن في التوابيت صراحة، وأيضا بعضهم يعطيك أن لازم تجي وتحط لك جصص شيء معين في هذه القبور، هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نساوي بالقبور، وبالتالي ما يصير ترفع أو تحط عليه مثلا هذه مثل هذه اللوحات وكذا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن يستوي هذا القبر، لأن أكبر مشكلة أنك أنت بعد فترة لما تعظم هذا القبر وجعله متمايز على الآخرين، فهذه مشكلة. أنا أذكر في دولة أوروبية رحت لها، فكانوا يخصصون يعطيك مخالفة أن هذا حين قبر، الزرع لازم تشيله ولازم تنظف ولازم كذا، يعني هو ميت وتكاليف شغالة، وهذا الحقيقة يعني تكاليف ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لكن يقول لك هذه احنا طقوسنا وهذه لازم تخضعون إلى هذا، وتفاجأ أن هذا مثلا اسمه إسلامي، اللي جنبه اسمه نصراني أو كذا، فالحقيقة مخالف، لأن الأصل في المسلمين يكونون في بقعة واحدة. جزاك الله خير دكتور، يعني على هالمعلومة المفيدة اللي فادتني أنا شخصيا، وأكيد أفادت المشاهد. عزيزي المشاهد، نلقاك باكر بموضوع جديد وحلقة جديدة. أقول لك مع السلامة. اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن متوف غال علينا وهو في قبره، أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة.
لا يسد أبداً.